منطقة يعتبروها منطقة أثرية، وقال ما يصير بأنه بناء بيها أو هاي كمنطقة أثرية، والحكومة منعت الناس والناس رادت تبني. يعني مثل هذا الرجل كان بنا من زمان وظل هيكل قبل كم يوم كمل بيته، هي ورجعت هسه الحكومة جابت الآليات مع الجيش قالوا نعدل المنطقة وراح نسمح لهم بأنه يبنون، وما أعرف يعني السبب أشنو. هي والله غير هاي الحكومة، والله يجون اخويا يجون يعني يسالون، يجون يدورون يريدون يبنون، يعني ما حد يقدر يقعد بالايجار تمام الا لا ولي هالساعه وهالوقت. هاي الشهوان وبعدين تجيك الميدان اللي جوا، يعني من تنزل الشهوان وبعدين الميدان. والله علوه يعني انت وين كانت منطقه تزهب الناس والناس كلها تنزل مني انا. التخير ما نسعى وبعدنا للحكومه، التخير ما خلي يجون يعملون البيوت، خلي يجون يعملون. هاي العالم ماتت من جوعها، العالم تدي ترجع على بيوتها، العالم 250 بالشهر تنطي. هسه اجونا الاثار، هسه اجونا البلديه، هسه اجونا هاي لما ما خلف الله عليهم هذول الجيش نظفوا وعمروا وعيعمرون وعينظفون البيوت العالم، ها وعملوها قاع ونظفوها. هسه تجينا هذه كلها بسوج الحكومه، ما اجتنا ولا حتى انطتنا فلس ولا تعويضات، ما انطتنا ولا انطتنا كل شيء، ما انطتنا. العالم ماتت من جوع، تريد ترجع على بيوتها، تريد ترجع على بيوتها. لا تعويضات، لا أسخام، لا ألطام، أشني هاي؟ هذا عمل؟ هم خلف الله عليهم، الله يحفظهم إن شاء الله، عيجون وعينظفون وعيرتبون، الجيش والله بس الجيش، والله ما حد جانا، والله غير هالأواد من الطيبين جونا. والله يقولون دي يسووها منطقة أثرية، أثرية يعني يجي، ما يعني دي يعمروها، وكل أهاليتها تجي يريدون يعني دي عمروها ما يقبلوا يرجعوهم. حكي اصحاب البيوت، اصحاب البيوت يعني منطقه الميدان والشهوان وين راحوا؟ لا اهل البيوت كلها ايجار، كلها ايجار الساعته. والله زين اللي يجون يراجعون يجون، والله يجون يراجعون. واذا حتى واحد منهم ما جو شالوا الجيش، واحد مهندس قال للواحد يعني هي انا دكتوره قال 360 متر الارض مالي، قالها روحي جيبي بلوك وحوطيه للقاع مالي، صار ما تنعرف بعدين.